فهي صبغت اللون الخارجي واللون الداخلي ده ما عرفتش تعمل فيه اي حاجه. بالظبط. طب ايه الوسيله او يعني ايه الطرق اللي تخلينا ان احنا فعلا ما نتعرضش لحاجه زي دي؟ لان طبعا زي ما حضرتك عارفه هي طبعا اكيد بتشكل ازعاج، حتى الناس اللي بتلعب رياضه او بتبقى بودي بيلدينج وبيبني عضل والكلام ده، هو بيعمل كده عشان يقدر يلبس براحته ولا عشان فورمه الساحل ولا وات ايفر، يكتشف ان هو بعد ما اشتغل الشغل ده كله انه بقى عنده مشكله مخلياه انه مش عارف يبين جسمه. احنا زي ما قلنا اما نيجي نعمل تريننج للمسلز بالراحه جراديوال، كل حاجه لما تعملها بالراحه مش تتقطع منك. انت ما بتيجي تشد حاجه بتشديها جامد ممكن تتقطع. اه طبعا. ساعات باجي البس الماسك، لو انا لبست الماسك بطريقه اجريسيف شويه يروح مقطوع الماسك، فهي دي الفكره. فكل حاجه بطريقه جراديوال، دي اول حاجه. تاني حاجه يا ريم كنت انت سالتيني هنحافظ ازاي يا دكتور؟ في اكل معين بصي يعني ممكن الواحد يعتمد عليه؟ لا بس عشان الموضوع بتاع الرياضه والجيم ده يعني خسانه وشفا اكتر، يعني عشان الناس بتقعد تلوم اللي ما بيروحش الجيم او طلع انه مش كل المروح للجيم كويس، يعني ده طلع في ناس لازم نظبط كل حاجه كويسه، بس لازم نبقى عارفين ايه الدروباكس بتاعت اي حاجه، يعني ايه الحاجه اللي هيحصل منها مشكله، يعني فلازم نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي عشان نتجنبها. او انا ممكن قبل ما اروح الجيم استشير حد زي حضرتك كده متخصص؟ طبعا طبعا. حضرتك تقولي لي المقاييس بتاعت الجلد بتاعي قد ايه، انا المفروض العضله بتاعتي تزيد في فتره من ايه لايه عشان ما يحصلش المواضيع دي؟ وناخد التريتمنت التوبيكال. التوبيكال يا ميدو هي الفكره كلها ان الكريمات اللي بنقدر نحطها الحاجات كلها ناتشرال جدا، يعني زيت اللوز. حضرتك كنت قلتي هتقولي انواع زيوت دلوقتي مفيده. زيت جوز الهند، زيت كمان زيت الزيتون. زيت الزيتون دي بعد ما تظهر جداً. دي بعد ما تظهر ولا قبل؟ قبل ما تظهر. قبل. لازم تحافظ على ترطيب جلدك في فتره الخصيه او في فتره العضل. انتوا عارفين كمان زبده الكاكاو طلعت ليها دور جامد جدا؟ زبده الكاكاو اللي احنا بنحطها اللي بنحطها شفايف. بالظبط كده. الجميل بقى الجديد الشيا باتر. الشيا باتر احدث الابحاث كتير قوي واخده ترند كبير قوي جدا. احدث الابحاث قالت ان الشيا باترز ليها رول في ان انا احافظ على جلدي. هي فعلا هي دي انا كنت بستخدمها اثناء فتره حملي لترطيب جسمي عشان خاطر موضوع الاسترتش ماركس والكلام ده. طب بناء على تجربه دي ولا بيضه ولا حمراء الحمد لله. هي دي الفكره. انا اثناء فتره حملها ما كنتش بستخدم برضو الحاجه دي. لكن مفيش نوع اكل معين برضو مع الترطيب الخارجي ان انا يعني ما هو اصل الموضوع داخلي وخارجي، انا بدخل ايه ومن بره بعمل ايه. فاحنا استخدمنا حضرتك قلتي نوع الزيوت اللي هنستخدمها لجلدنا من بره عشان خاطر تمنع موضوع التمزق وظهور العلامات دي. طب في اكل كمان انا اقدر اكله في فيتامينز او دهون معينه او حاجه معينه تخليني من جوه برضو احافظ على ان ما يحصلش التمزق ده؟ بصي الزنك كويس قوي للسكن، الفيتامين A وE حلو قوي للسكن، بس هي الفكره كلها مش هيفيد قوي طول ما انا عندي جينيتك ديزيز. خلينا لوجيك، خلينا نتكلم بالواقعيه، يعني حتى احنا لو استعملنا الفيتامينز دي مش هتبقى بروفلاكتيك، مش هتمنعنا. توبيكال اقوى بكتير. طبيعه الاكل ما تحاوليش تاكلي حاجات فيها فاتس كتير، نتخن وبعدين نخس نتخن ما انت احنا اللي عملنا كده، انت فاهمه انا قصدي؟ فطبعا لو ساتوريتد فاتي اسيد نقلل، يعني نقلل ناخد حاجات كلها فاتي اسيد قليله جدا. طبعا عشان ناكل اكل هيلثي طبعا هنقلل الملح، حاجات كتير ممكن نقدر نعملها. هتلاقي الاكل كله هيلثي، فهتلاقي ما حصلش اصلا اوفر ويت ورجعنا تاني ولا حصل اي دروباكس ومشاكل. طب حضرتك بعيدا عن الاستريتش ماركس بقى نتكلم شويه عن السليولايت. تمام. هو سليولايت ولا سليوليت ولا لان انا بقعد اسمع ناس كتير بتقول هما الاثنين واحد باللغه الدارجه والسليولايت باللغه البروفيشنال. يعني بالظبط يا ريم هما كلهم واحد، بس اهم حاجه المعلومه الديفينيشن بقى، يعني معنى السيلولايت معناه ايه؟ ما هي الفكره مش فكره الكلمه هنقولها كل واحد ليه اكسنت معينه هيقولها بشكل معين، بس هي الفكره كلها معناه ايه؟ عايزين نتكلم عنه لان احنا خدنا كل الفقره كلها بنتكلم دلوقتي عن ستريتش ماركس، لكن من شويه يعني كنا بنتكلم عن ستريتش ماركس، لكن دلوقتي عايزين نتكلم على موضوع السيلولايت لانه هو كارثي هو كمان. يعني هو اي نعم الستريتش ماركس لون، بس السيلولايت بتبقى انتوا اعتقد انه في المصطلحات الطبيه اللي هو بتسموه جلد البرتقانه. بالظبط طالع نازل طالع نازل. فممكن يعني انا شفت ناس ومن ضمنهم اصلا مشاهير. بصي كده يا ريم بصي الصوره دي. بالظبط هو بيبقى كده وبيبقى ناس رفيعه وعندهم الديفو ده. انا بشوف ناس رفيعه وعندها الموضوع ده وتقول لك انا مثلا ما كنتش تخينه وخسيت. بالظبط. ده سببه ايه؟ دي طبقه الفات. اللي بيحصل ايه؟ طبقه الفات او الدهون بتطلع شويه على سطح الجلد
في فايبرس زي ما احنا شايفين كده بالظبط، زي ما انتم شايفين في فايبرس بونز. يعني ايه فايبرس بونز؟ يعني تليفات شده الجلد، فعامله ديمبل، عارفه عامله زي غمازات، فحتة عشان كده تحسي حتت عاليه جلد برتقانه. برافو. هو ده اللي بيحصل. هي الفكره كلها الفايبرس تيشو اللي تحت الجلد ده هو اللي شادد الجلد لتحت، فهو ده اهي. بصي الصوره دي، الصوره دي هي السيلولايتس، عباره شفتوا الفايبرس بونتس اللي هي في النص دي، عامله زي حواجز شدالي، فعامله ديمبل. ديمبل ده يعني حته عاليه وحته البيضه دي. برافو عليكي، هي دي اللي شفتيها شده لتحت، فعامله على شفت سطح الجلد فوق اللونه بينك ده يا ريم، تمام، حاصل فيه ديمبل. شايفه الديمبل دي؟ يعني حقيقة. حته عاليه وحته واطيه، حته عاليه، البونتس كل ما تنزل تروح شده لتحت شويه. طب ده